نحييكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. حذر المستشار المالي لرئيس الحكومة الحالية مظهر الحاج من أن عدم إقرار قانون الموازنة العامة يعطل المشاريع الاستثمارية للحكومة، ما سيؤدي إلى تراجع في معدلات النمو الاقتصادي. وقال مظهر الحاج إن القوانين البديلة هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد، كقانون الإدارة المالية وتطبيقاته الراهنة أو القانون الطارئ للأمن الغذائي الذي اعتمد مؤخراً. وأضاف أن التقصير تمتد آثاره السلبية إلى السنوات القادمة بسبب تحول الإنفاق إلى ظاهرة تقتصر على الاستهلاك فحسب، موضحا أن ذلك يؤدي إلى تنامي حالة الركود والتعثر الاقتصادي التي ستؤدي إلى تفاقم درجات البطالة. قال مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري إن انخفاض سعر تحويل الدينار أمام بعض العملات الأجنبية عدا اليورو انخفاض طفيف. وأضاف نوري أن أسعار الدولار لم تتعرض لأي انخفاض عالمي، وتابع أن العراق في مأمن بالنسبة لهذا الانخفاض حتى اليوم، ولا تأثير على قيمة الدينار العراقي على حد قوله. قال رئيس اتحاد الصناعة البريطانية أن الشركات البريطانية قطعت العلاقات مع الصين بسبب المخاوف من التوترات السياسية والتضخم. ونقل عن المدير العام لشركة سي بي آي توني تاكر قوله إن كل الشركات البريطانية تعمل على إعادة التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها، لأنهم يتوقعون أن يسارع سياسيون حتما نحو عالم منفصل عن الصين. يذكر أن الصين تعد أكبر مصدر لبريطانيا للسلع المستوردة في عام 2021، حيث شكلت صادرات الصين لبريطانيا نسبة 13% من إجمالي واردات بريطانيا. أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار السلع التي استوردتها ألمانيا في حزيران الماضي ارتفعت بنسبة 29% و19 على أساس سنوي، مشيرا إلى أن هذا يمثل تراجعا للشهر الثاني على التوالي في وتيرة الارتفاع في هذه الأسعار. وكانت أسعار السلع المستوردة في ألمانيا ارتفعت في نيسان الماضي بنسبة 31% و17 لتسجل أقوى نسبة ارتفاع على هذه السلع منذ عام 1974، عندما ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة على وقع أزمة النفط آنذاك. تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم في بورصات العالمية مع انتظار المستثمرين الاجتماع مسؤولين من أوبك بلس هذا الأسبوع بشأن تعديلات الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام لتصل إلى 103 دولارات و34 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى 97 دولارا و87 سنتا للبرميل. هذا وأنهى برنت وغرب تكساس الوسيط شهر تموز لخسائر شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2020. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الاقتصاد، إلى اللقاء.